أصدقائي رح نكون مباشرة مع دكتور وسام الساحلي استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفى NMC رويال مدينة خليفة أبو ظبي. رح نحكي عن أمراض القلب. تسلم لقلوبكم دكتور وسام، يسعد لي أوقاتك. أهلا وسهلا، يسعد أوقاتك وأوقات المستمعين. شكرا. لما نقول أمراض القلب بنكون عم نحكي، طبعا هي شائعة كتير بوطننا العربي. مزبوط. عن أي يعني أمراض بالجمع، شو هي أمراض القلب؟ عن شو بنكون عم نحكي وليش يعني شائعة؟ أكثر شيء من أمراض القلب اللي هي شائعة هي أمراض شرايين القلب، وهي طبعا كتير شائعة في منطقتنا العربية وفي العالم، وهي السبب الأول في العالم يسبب الوفاة. هي أمراض هي أمراض كتير شائعة وطبعا كتير خطيرة. طب شو الأسباب يعني لمسببات أمراض القلب والشرايين؟ يعني هي بتبين بعد فترة، يعني ما بتلاقي يمكن عمر صغير، يمكن اختلف كمان ما عليه هيك سؤالين بسؤال بنلاقي بين قبل، يعني إذا بنقول جيل أهلنا وجيل هلا، إنه العمر كمان اختلف للإصابة بهالأمراض. كلامك صحيح، كلامك صحيح. لشو بيعود هيدا الموضوع؟ هذا بعود لأنه طريقة معيشتنا هالأيام غير الأيام اللي الجيل اللي قبلنا. بين أكل وبين حركة، حرق للدهون. أيوة بالضبط، بين أكل ويعني ارتفاع يعني ضغط الدم، الوزن الزايد، السكر. مستويات مرض السكر حاليا عندنا في الأجيال مستويات مخيفة. إحنا الأعلى في العالم في منطقة الخليج بالذات، احنا الأعلى في العالم بنسبة مرض السكر. هذا كان ما كان موجود بهالكثرة زمان. فمثل ما قلتي انه طريقة معيشتنا هلا للأسف مش للأحسن، في معظم الوقت للأسوأ. طب إذا هل تفضل؟ لا بس انه نرجع للمسببات. يعني السكر طلع سبب، والبدانة ونوع الأكل وقلة الحركة. مضبوط. والسبب كمان اللي كثير شائع عنا هو التدخين. وهذا عم نحكي التدخين، السجائر او الشيشه او البايب، هذا طبعا كله موجود عنا في مجتمعاتنا وبكثره، وصارت مثل عاده اجتماعيه. هذا كمان من الاسباب الرئيسيه لامراض الشرايين. طب دكتور، سؤال هيك خطر على بالي، هل اذا نحن عملنا العادات السيئه يلي منها مثلا التدخين او عدم الاكل الصحي، ولكن عملنا قباله الحركه، النشاط، من رياضه، من اختيار انه نحن بنهارنا تكون حركتنا اكثر، ما تكون كلنا قاعدين، غير موضوع الرياضه كمان حركتك بالبيت بشغلك، صح تعتمد، صح. هل هالشيء بيساعد انه نخفف من امراض القلب والشرايين ولا لا؟ يعني العادات السيئه هي ما في شيء بيمحيها او بخفف منه؟ لا برأيي بيساعد، لانه الحركه، مع الحركه في محافظه على الوزن، في حركه الدم. نعم. فلا اكيد احسن. طبعا هو الواحد يفضل انه يعني يبتعد عن اي شيء ضار، لكن اكيد احسن، اكيد بيساعد. فطبعا للمريض انا بشجعه اي شيء، بالذات الحركه والرياضه المنتظمه. الرياضه المنتظمه حتى لو هو في كثير، حتى لو عنده عادات سيئه بالاكل. نعم، حتى في منهم مدخنين بس بروحوا كل يوم بتمشوا. انا باكد انه هذا شيء كثير كويس. حلو، رح نكون مع فاصل ونرجع نتابع معك دكتور وسام. خليكم معنا مستمعينا ومشاهدينا. نتابع أصدقائي مع دكتور وسام الساحلي استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفى NMC رويال مدينة خليفة أبو ظبي، وموضوع الحلقة اليوم عن أمراض القلب. نوصل بعد ما حكينا عن يعني أمراض القلب الشائعة ومسبباتها، خلينا نعرف منك أكثر دكتور عن أعراض الجلطة القلبية. الجلطة القلبية طبعا احنا بنسميها عنا emergency، يعني هي حالة طارئة، وهي بتيجي عامة في معظم الأوقات، تيجي مفاجئة، تيجي آلام في منطقة الصدر، آلام حادة وآلام شديدة، والمريض بحس إنه في شيء، ما عم يقدر يتنفس أو يتحرك، وبحس إنه في شيء كثير غلط، وفي إنه حاسس إنه في مثل وزن على صدره، مثل ما قادر ياخذ النفس، ما قادر يعمل شيء، بيصير في تعرق. يعني عوارضها كتير قوية. نعم، عوارضها كتير قوية، ومعظم المرضى بيجيهم warning، يعني بيجيهم تحذير خلال أو هذا الأسبوع ما قبل الجلطة، بس معظم الناس ما بينتبهوا له. مثل شو بيكون هذا التحذير أو المؤشر؟ بيجي مثل آلام خفيفة، ساعات بيجي الآلام مثل العسر والهضم، فبفكروا إنه هو معدة، فبقولوا هي إنه حتروح، ما بيعطوها أهمية، وبعدين بصير طبعا جلطة قلبية القلب. نعم يعني نعم. برأيك دكتور لما شخص بحس بألم بالمعدة كعارض وبيروح، مش لأنه لو في فعلا ألم بالمعدة رح يستمر مثلا بقية النهار أو تاني يوم، صح؟ هل برأيك يعتبر هذا مؤشر أنه نروح عن طبيب القلب نفحص أو عن طبيب المعدة؟ هيك بيطلع ما بها شيء مثلا، فساعتها بنعرف أنه يمكن مؤشر ليه عارض جلطة قلبية. هل برأيك بتنصح هيك الشخص؟ أنا برأيي أنه أي ألام في منطقة الصدر يعني لازم أنه الواحد يروح ويشيكها، إن كان على دكتور هضمية أو كان دكتور قلبية. نعم. بس أنه لا تتجاهل ألام أي آلام في منطقة الصدر. نعم. إن كان هو راح دكتور هضمي وفعلا طلع عسر هضم، لأن مو مشكلة أنا دكتور بيكون عارف حاله يعني. أيوه حيشيك إنه هاي شيء لون المعدة ولا لا. نعم. يفضل أهم شيء إنك أنت تشيك القلب، يعني يفضل إنه في أي آلام بفضل إنك أنت تشوفي دكتور القلب، لأنه هذا أهم شيء. إذا من المعدة فهي شغلة بسيطة بيقدر يدركها، بس الوقت المهم هو بالنسبة بالضبط. نعم. بالنسبة للقلب هو الأهم. نعم. طب دكتور مثل ما حضرتك قلت إنه عوارض الآلام الصدر يعني الجلطة القلبية آلام صدر مفاجئة وقوية، قد إيه هون المريض بيقدر يساعد حاله إنه يتحرك؟ هل مسموح إذا هو لوحده أو ما في حدا ناخده عن الطبيب؟ في سوق سيارة، شو في يعمل؟ وقد إيه العامل الزمني بيساعده أو ضده هون؟ لا دائما إذا في آلام فجائية، آلام إنه حاسس إنه آلام حادة فجائية في منطقة الصدر، يفضل إذا ما في حدا جنبه أو إنه في مستشفى قريبة منه إنه يتصل في الإسعاف، إنه يروح للطوارئ الإدارية. طبعا إذا في مستشفى قريبة منه جنبه وفي حدا إنه ياخده دائما هذا طبعا أفضل. بس في يتحرك شوي طبيعي ولا الحركة هون بتأذيه؟ لا في يتحرك شوي طبعا تو جيت هيلب، يعني أهم شيء إنه هو يجيت هيلب، إنه هو يطلب المساعدة أو يجيب مساعدة. بس طبعا الحركة اللي كثير ما منيحة له أكيد طبعا. بس إنه أهم شيء إنه هو يطلب المساعدة بحيث إنه يروح على أقرب طوارئ موجودة لا يشيكوا له قلبه ويعملوا له المطلوب بالنسبة لصحة قلبه. نعم. كمان رح نكون مع فاصل دكتور ونرجع نتابع مع حضرتك، خليكم معنا ومستمعينا. متابعين بحلقة اليوم مع دكتور وسام الساحلي استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفى إن إم سي رويال مدينة خليفة في أبو ظبي عن أمراض القلب، وكنا عم نحكي دكتور إنه يعني أعراض الجلطة القلبية وهالآلام المفاجئة القوية بالصدر، إنه المريض يحاول يطلب الإسعاف ما يقوم بحركة كتير قوية، ودغري مباشرة يعني يتوجه للطبيب للإسعاف أو يخلي حدا يساعده. هل من النصائح أيضا للمريض إنه لما يحس إنه عنده عوارض جلطة قلبية بمكانه يقدر يعمل شيء يفيده بالوقت اللي جاي فيه الإسعاف أو حدا ياخده عند الطبيب؟ يعني هو شو مفروض يعمل؟ يستلقي، ياخد دواء معين بيساعده إنه ما يتأزم حالته بوقت الانتظار؟ والله دائما هو إنه يفضل إنه ما يتحرك كثير، يفضل إنه يطلب المساعدة، يفضل إنه قد ما كان ما يتوتر، لأنه هذا بيوتر الموضوع، بزيد الموضوع سوءا. إذا في عنده أسبرين أو في حدا مثل مسيب ممكن ممكن يعطيه أسبرين، فهذا كويس وهذا حبة واحدة يعتبر يفضل ياخذ حبة. هلا شو ما أخذ أسبرين طبعا الدوز حتكون مختلفة شوية، بس هو 300 ملغرام أسبرين اللي هو إحنا نعطيها أيوة، وهذا هو نق وما ياخذ أكثر من هيك. فبس هي كل ما أخذها أبكر كل ما هو بيكون أفضل، على بال ما إنه يروح على الطوارئ. بس مع ذلك إنه لا يأخر الموضوع ويطلع ويروح، يعني لا يقعد يدور على الدواء ويأخر الوقت وحدا يدور له على الدواء. أهم شيء إنه هو يروح للطوارئ، لازم يستغل الوقت بأكثر وقت يكون استغلال الوقت بالضبط، إنه لا يضيع وقت وبعدين يركز على دواء في البيت وبعدين يأخر هذا الموضوع، أو يأخذ الحبة وبعدين لا يكفي دواء منه بالبيت من إنه يتخطى جلطة القلبية بعيد الشر. أبدا كيف ممكن نعمل نعم تفضلي. لا إنه الوقت كتير مهم. نعم. الوقت هذا عامل وقت كتير مهم. كيف ممكن نعمل وقاية دكتور من أمراض القلب والشرايين بهيك بسنين حياتنا؟ والله أهم شيء إنه إحنا ندير بالنا على نمط حياتنا، يعني نمط حياتنا مش صحي. فإنه الرياضة للقلب المفروض مشي عن 20 ل 30 دقيقة يوميا مينيموم، بتحافظ مينيموم هذا أقل شيء. فلنحافظ على صحة قلبنا وصحة شرايين القلب، المشي بانتظام، نعمل فحوصات للكوليسترول ولسكر الدم. كل قد ايه هيدا الفحوصات كفحوصات دوريه لازم تكون؟ كفحوصات دوريه. هلا اذا الفحوصات كويسه ممكن تتعمل كل 6 اشهر للسنه. طبعا اذا في مشكله في الفحوصات يعني كوليسترول عالي او سكر عالي فهذا بيحتاج متابعه اكثر. وكمان ضغط الدم هذا بنعمل كمان بفحص دوري بيتاكد انه الشخص ضغط الدم كويس. هلا الكوليسترول والسكر والضغط هدول امراض صامته الواحد ما بيعرف انه عنده اياها ليكيف هو. ايه فالكثير مهم انه الواحد يروح ويشيك ويتاكد على صحته. وطبعا التدخين هي مشكله كمان كثير كبيره انه بايدنا احنا نحلها، انه نبتعد عن التدخين. أنا بدي أشكر وجودك معنا دكتور وسام الساحلي على هوا راديو الرابعة، حضرتك استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفى إن إم سي رويال في مدينة خليفة أبو ظبي. شكرا لك. شكرا لك وسلامة قلبك. يعطيك العافية، وإن شاء الله دايما هيك مستمعينا قلوبنا نابضة بالحياة والمحبة. فاصل ونرجع، خليكم معنا. ميرسي دكتور، يعطيك ألف عافية. ثانك يو فيري ماتش. سلام. باي باي. ثانك يو. تيك كير. باي باي.